بسم الله، من الحاجات الكويسة في ريفت 2018 هو ان انا اقدر اعمل سكادول للجروبس. يعني هاجي انا من فيو سكادول، انا عايز اعمل موديل جروب، موديل جروب، فبقول له اوكي، ببدأ اختار العناصر اللي انا عايزها او البرامتر اللي انا عايزهم، وممكن اقول له اعمل لي فلتر مثلا بالليفل، مثلا اللي انا عايز الجروب اللي على ليفل معين، او ان انا ارتبهم ترتيب معين. اوكي، فبلاقي ان هو رسل لي الجروبات اللي موجوده في المشروع، اري جروبس، في جروبات عاديه، فتقدر من هنا تقول له هايلايت الموديل، فتشوف الجروبات ديت. الجروبات بتنظم الشغل شويه، بس كترها ممكن يوقع الملف الريفت. ف منطقيا اول ما بلاقي في جروب بيكرر معاه كتير، بعمله لينك بره الريفت وبسحبه، بروح اقول له انا عايز الجروب دوت، حوله لي لينك، وابدا اشتغل عليه كلينك، مش كجروب.